نذهب الآن لفقرة صوت وصورة وفيها نجوم أرجاء في لايف عفوي عبر الفيسبوك يتواصلون فيه مع الجماهير ومع إدارة الفريق أيضا بشخص رئيسها سعيد حسبان. لنتابع. أهلا بك من جيت تشجع. أهلا بك الساعة قولي راه واخدين غير سلاشتو قولي واخدين خليتو لدينا رجعوا لك بساعة الخير رجعوا لك بساعة الخير أسي سعيد رجعوا لك بساعة الخير وضعوا مشهد المول وتسعب والو أسي سعيد شو بخير تبارك الله على أسي سعيد أحسن رئيس في المغرب عبارة عبد الرحيم شاكر السي سعيد أحسن رئيس في المغرب نظرك كانت خارجة صادقة من لسان يعني شاكر أم لا؟ ما تدخلوش في قلبه ولكن ضحكة شريرة كانت بعد هذه الجملة ولكن نتمنى أن يكون سعيد حسبان يعني عند أهل ثقة شاكر ورفاقه للراقي وأيضا لألحاج ونجوم نادي الرجاء ولإدارة نادي الرجاء ولجماهير نادي الرجاء نتمنى الخير بسام لكل الأندية الوطنية ولكن غنشوفوا شاكر نهاية الموسم مش غيقول أحسن رئيس ولا لا على العموم الآن الأزمة تفاقمت ما بغيناش نقوله أن الرجاء يذهب للأسوأ لا يمكن أن نعطي أحكام مسبقة ولكن على إدارة الرجاء على الغيورين على نادي الرجاء أن يكونوا في الموعد لأنه وصلت إلى مرحلة جيدة لديك عناصر جيدة لديك إدارة فنية جيدة وتوجت بلقب كأس العرش لديك هامش للمناورة من أجل المنافسة على لقب البطولة الاحترافية وبالتالي العودة إلى كما قالوا الجمهور رجاء واجتماعنا بعد نهائي كأس العرش نرجعوا نحكموا أفريقيا دائما وأبدا تبقى تلك الغصة على البعد الرجويين على مستوى منافسات دوري أبطال أفريقيا والعودة إليه وخاصة أنه الفريق مر بمرحلة فراغ طالت يعني بسام 4 أو 5 كما قلنا نوفل نتمنى الخير للرجاء ولكل الأندية المغربية